طيب الالعاب الالكترونيه اول ما سمعنا عنها زمان كان قال لك يعني حاجه ترفيهيه واكيد ما هياش حاجه يعني جد وما فيش حاجه اسمها بطولات من وراها وغيره، لكن الالعاب الالكترونيه بقى ليها شعبيه كبيره جدا وفرق كمان كتيره وكمان بقى اتحاد، فهنتكلم عن المنافسات والبطولات اللي المفروض ان هي يعني منتظرانا واللي بتشهد كمان طفره كبيره جدا ومسابقات ومنافسات وحاجات الناس ممكن ما تبقاش مستوعبه ازاي الالعاب الالكترونيه توصل لهذا المستوى. احنا كان معانا ضيف بس من 3 سنين وكان لسه بيكلمنا بداية في هذا الموضوع، لكن نشوف بقى بعد 3 سنين ايه اللي اتحقق هنعرفه. خلينا نرحب بيوسف محسن مؤسس ومدير يعني فريق مصر للالعاب الالكترونيه. بونجور جدا، صباح الهنا. صباح الخير. منورنا وسعداء بوجودك معانا مره ثانيه، بس انت غبت فتره طويله الحقيقه، بس كنت مشغول بس عمل فيهم يعني يعني في انجازات كتيره تمت في الفتره دي. تعالى نبتدي الموضوع من اوله، يعني من اول ما كانت فرقه مصر يعني للالعاب الالكترونيه مجرد فكره لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي، وايه اللي تم بقى؟ احنا فريق انوبيس تاسسنا في 2015، اول فريق يتاسس مش بس في مصر بس في الشرق الاوسط وافريقيا بالكامل. وطبعا زي ما اتكلمنا اخر مره كان طبعا مشوار صعب جدا في الاول، دلوقتي زي ما احنا شفنا قبل ما نبدا يعني ان في صالات دلوقتي بتتعمل في النوادي الرياضيه، والصالات دي بتبقى علشان الناس تبدا تلعب اللعبه صح، مش تلعب اللعبه وخلاص، تلعب اللعبه وفي رقابه مش بس من اهاليهم بس كمان من ناحيه تدريبيه، ودي حاجه ابتدينا نشتغل عليها دلوقتي ان كل ما ننجح اكتر كل ما الاكاديميه عندنا بتكبر، ان احنا بقى عندنا اكاديميه بقى لها سنه دلوقتي بتشتغل مش بس انها تدرب الناس عندنا جوه الفريق بس كمان في العديد من النوادي في مصر وفي الشرق الاوسط علشان نوصل الفكره صح ونلحق الشباب من بدري وهم في سنهم صغير شويه عشان يتعودوا ان هم يلعبوا كويس مش بس جوه اللعبه بس كمان بره اللعبه، ان هم يبتدوا ينظموا وقتهم، ان هم يبتدوا يهتموا بدراستهم، ان هم يهتموا ان برضو حياتهم ليها امباكت في مستواهم في اللعبه مش بس اللعب وخلاص. يعني ممكن اكلمك بطريقه برضو فيها مش هقول لك نقد ولكن هقول بوجهه النظر الاخرى، واكيد انت بتسمع الكلام ده بس لازم نوضحه حتى لو مقرر. احنا اخر مره اتكلمنا على نسبه الطلاق من الالعاب. لا ده انا هاخدك لليفل تاني دلوقتي. لا الطلاق مقدور عليه مش مشكله. لا بص بقى، لان انا قريت عن بعض في بعض المقالات تأثير الألعاب الإلكترونية لفترة طويلة بيؤثر على المخ، بيؤثر على الأعصاب، بيؤثر على فكرة أن ممكن ناس يجي لها اللي هي مش شلل رعاج بس بيؤثر على المفاصل، وده ليه أضرار جسدية وصحية كبيرة جدا خصوصا لو أنت بتتكلم لصغار السن. أكيد. فعن نظر، فكل دي حاجات ممكن حد يجي يقول لك طب وانا ليه ابني اخليه يخش مجال كده يفضل 24 ساعه قدام سكرين او شاشه، ما ينزل يلعب احسن ويفيد جسمه بدل ما يقعد يضيع وقته واعصابه تبوظ، ان هي فيها شده برضه عصبيه، خلينا نبقى متفقين واحنا بنلعب نبقى مشدودين، ما بالك انت على مستوى بقى منتخبات ومنافسات وغيره. فردك دايما بيكون ايه؟ او يعني خلينا نفهم الواقع اصلا ايه، هل هو فعلا كده؟ لا هو رد بسيط جدا، هو لو واحد نزل يلعب كوره 7 ساعات في اليوم هيجي له رباط صليبي في اول اسبوع، يعني مش هيضطر ان هو يقعد 6 7 شهور يلعب. هو لازم اللعب يبقى صح وبانتظام ويكون في يعني اداره ورا الموضوع، ان هو مش بيلعب وخلاص. هي المشكله حاليا ان الولد او البنت بيفهموا في اللعبه اكتر من اهاليهم، دي حقيقة. فبالتالي لما اهله يجوا يتكلموا معاه في حاجه بيبقى دايما شايف ان هو اللي فاهم مش هم، فهم مش بيعرفوا ان هم يقولوا له يلعب قليل يلعب كتير، هم مش فاهمين اصلا، وهو ما عندهمش وقت ان هم يفهموا، مش مطلوب منهم ان هم يفهموا، بس في متخصصين فاهمين. بالظبط، اللي احنا موفرينه في الاكاديميه انك انت الاكاديميه مش بس معموله للشباب اللي سنها صغير، الاكاديميه كمان معموله للاهالي. انك انت الاهالي اللي مش فاهمين دول هم مش شايفين غير يعني غير اللي قدامهم، واللي قدامهم ان ابنهم قاعد بال 13 ساعه قدام شاشه وسايب مذاكرته من وجهه نظر بعض الاهالي. زي ما زمان كان الحاجه الوحيده اللي بتشوفها من اولادك لما بينزلوا يلعبوا تحت في الشارع يلعبوا كوره، لغايه لما بقى في نوادي، لغايه لما بقى في تمرين. علشان خدوا بالكم من حاجه، ان لما الواحد يبتدي يتمرن ويكون عنده مدرب ويكون عنده زملاء ومستواه بيتقيم على اساس اللي هو بيوفره للفريق اللي هو فيه، ده بيغير كل حاجه، بالذات ان ساعتها الاب والام مش هيتكلموا مع الولد. بس الرياضه الفعليه يا يوسف غير الرياضه الالكترونيه، يعني دي رياضه فعليه. لا انا بنزل بمر بعمل حركات رياضيه بيفيد جسمي بيفيد النفس بيفيد كل حاجه بيعمل ثقه بالنفس وغيره، لكن القعده ورا الشاشه ممكن يجيب توحد، ممكن يجيب مشاكل اصلا في الشخصيه للطفل الصغير، ممكن زي ما كنت بقول لك الاضرار
الاخرى الصحيه. يعني انا بقول لك المشهد اللي ناس كتير ممكن يجي في بالها او في اذهانها، ف انا خلينا نفهم منه. يعني انا في المجال ده بقالي 8 سنين واقدر اقول لحضرتك ان هي نفس الرياضه بالظبط. وانت اعصابك هادي عامه قدامنا، انا مش حاسه باي توتر. لا بس لما العب اعصابي طبعا يعني حتى احنا لما يعني احنا في البطولات اللي انا شاركت فيها مع الفريق ومثلنا مصر ومثلنا انوبس، الروح اللي في الموضوع والاستثمار اللي احنا بنحطه من ناحيه الوقت ومن ناحيه الجهد ومن ناحيه الحب هي زي اي رياضه. يعني انا عشان كده بعتبر مثلا ان الشطرنج رياضه، عشان الواحد وهو بيلعب رياضه ذهنيه، يعني كل حاجه ليها بالظبط. وهي الفكره كلها ان 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 الكالوريز اللي الواحد بيحرقها اصلا في جيم حرقه الدم مش بس حرق الدم، ان الطريقه اللي بتستخدم بيها مخك والطريقه اللي انت بتستخدم بيها يعني بالذات نبضات قلبك اصلا، والطريقه اللي الجيم بالنسبه لك بيحدد حياه كتير، مش بس لنفسك مش بس لفريقك بس كمان لبلدك كمان للحته اللي انت جاي منها. خلي بالك اللي نهاوند قالته لك ده، وبالمناسبه ده راي برضو مجموعه كبيره من الناس اللي مش فاهمين التفاصيل، وفرصه ان انت منورنا عشان نفهمهم. باختصار شديد ممكن تبقى في ناس شايفه ان الرياضات الالكترونيه ما هياش رياضه اصلا. يعني انا بالنسبه لي كل اللي انا بقوله لك في خبرتي في الثمان سنين اللي فاتوا، انا مش شايف اي فرق ما بينها هي والرياضه غير الاستخدام الجسم. وانا عايز بس اقول حاجه في النقطه دي، ان السبب الوحيد ان احنا في الرياضه الالكترونيه مش بنستخدم جسمنا كله هي ان التكنولوجيا لسه مش موجوده، لكن في المستقبل هتكون موجوده، فساعتها الفرق مش وابتدت تتوجد. يعني في العاب معينه بتحتاج أكيد. يعني بس انا بتكلم بالشكل العام لاي حد بيلعب اللعبه، يعني انك انت يبقى عندك الامكانيات الماديه كمان انك انت تقدر تجيب حاجه في البيت تخليك تستخدم جسمك كله، دي خلاص احنا قربنا لها. وانتوا بالمناسبه في الاتحاد، موارد الاتحاد في الرياضه دي جايه منين؟ هي الاتحاد تابع لوزاره الشباب والرياضه، الدكتور اشرف صبحي والاستاذ شريف عبد الباقي طبعا هم اللي ماسكين الاتحاد، ولينا شكل كبير ودور كبير في الاتحاد العربي اللي هو بقى اتحاد كبير جدا بالاستثمارات اللي جايه من الخليج دلوقتي. وهو الاتحاد دوره ان هو بيراقب التحول بتاع الشاب اللي بيلعب في البيت لغرض ان هو مبسوط وخلاص، الى ان هو في ناس من دول يستحقوا ان هم يحترفوا، مصر تستحق ان الناس دول يعني يمثلوها، علشان احنا في الخمس سنين بالذات اللي فاتوا دول بان قدامنا ان الموهبه موجوده. هو بس الفرق ما بيننا دلوقتي احنا والدول اللي بتكسب بطولات عالم هي الثقافه بتاعت ايه اللي بره اللعب، ازاي بتنظم وقتك، ازاي بتتحكم في شعورك من ناحيه عصبيتك من ناحيه تفكيرك من ناحيه بتنام امتى بتصحى امتى بتاكل ايه بتشرب ايه، الدعم اللي جاي من ناحيه البلد اللي انت فيها البيت اللي انت فيه المدرسه اللي انت فيها. فكل الحاجات دي احنا ماشيين في الاتجاه الصح. يعني احنا دلوقتي بالاكاديميه بقينا بنشتغل مع نوادي رياضيه، بقينا بنشتغل مع مدارس، بسبب ان المدارس والنوادي الرياضيه شايفين ان في جزء كبير جدا من الناس اللي بيجوا لهم المدرسه او النادي بيلعبوا اللعب دي وبيحبوها اكتر من الفولي والكوره والباسكت والحاجات اللي زي دي. فبالتالي يعني الوقت دلوقتي ان احنا نوفر لهم الفرصه ان هم مش بس يلعبوا الالعاب دي صح، بس كمان يكون في امكانيه الاحتراف. يعني الموضوع ده مهم جدا في الايام اللي احنا فيها دي، علشان اكتر مكان مهتم دلوقتي بالموضوع هو الخليج، والخليج بيدعم الشباب بشكل مرعب ان هو ثقافتهم دلوقتي لو انت عايز تنجح في اي حاجه هي موجوده بالنسبه لك. الفرق بيننا وبينهم ان احنا الـ الشعب عندنا اكبر بكتير والموهبه عندنا اعلى بكتير، احنا بس محتاجين نلحق الشباب من سن صغير شويه عشان نلحق نظبط لهم الحاجات اللي في حياتهم ونلحق نربي علاقتهم باهاليهم. عشان انا شايف بالذات في خبرتي في الثمان سنين اكتر حاجه شفتها ان العلاقه بين الاهالي والاولاد هي اكبر حاجه بتنجح الشاب في اي رياضه. طبعا في اي رياضه لو والدك ووالدتك مش لازم يكونوا فاهمين بس ان هم يدعموا الموضوع، احنا عشان كده بنفتح بوابه الاكاديميه للاهالي، علشان لما تيجي تتكلم مع ابنك او بنتك احسن بكتير انك تتكلم مع مدرب يقول لك هو اصلا في امكانيه ان هو ينجح ولا لا. دي حاجه مهمه جدا، وفي الحالتين يعني مش بس مهم ان هو يحترف وتقول اه ممكن يحترف، بس مهم كمان الناحيه الثانيه انك انت في مؤشرات بتبين لك ان صعب جدا ان واحد يحترف. فساعتها بنلحق ان هو لو عنده شغف بندخله في قسم تدريبي من ناحيه تنفيذيه من الاداره الفنيه عندنا، بندخله ان هو يكون صانع محتوي، يعني بنلاقي له طريق جوه المجال عشان ما يخسرش شغفه. بس مهم قوي ان احنا نعرف من سن ال 13 ل 16 سنه هل انت تقدر تنجح ولا لا كلاعب رياضه الكترونيه. دي ده مهم جدا، عشان طبعا في الكوره الموضوع ساعدنا بطريقه غير طبيعيه ان في ناس كانت لغايه 22 و 23 سنه مقتنعه ان هو يبقى لعيب كوره محترف مقتنع.
بس لو كنا لحقناه من 17 او 18 سنه. لا ما تلحقوش تسيب لنا بعض اللعيبه برضه. لا انا بقول لو كنا لحقناه. محتاجين لعيبه والله. كنا هنقدر نستخدم شغفه في مجال الكوره. يا خوفي الحياه بعد كده تبقى الكترونيه، عارف بنطلع هواء الكتروني وكل حاجه تبقى الكتروني، هيبقى صعب جدا بصراحه. بس خليني اقول لك على حاجه برضه عشان ابقى بنقل الناس اللي هي دلوقتي ممكن تتفرج علينا الافكار اللي بتيجي في دماغهم هم بيتفرجوا علينا او بيشاهدونا. ممكن حد يقول لك برضه طيب ما الحياه الالكترونيه دي برضو لو هنتكلم بعدد ساعات مثلا نقول 3-4 ساعات في اليوم مقبولة، لكن انت بتتكلم ان انا دلوقتي بقى على منتخب ومنافسات فاكيد بتتطلب وقت اكبر. طب الوقت الاكبر ده هيجي على حساب اكيد السوشيال لايف، حتى لو مش هيجي على الدراسة هيجي على الحياة الاجتماعية العائلية. انا دلوقتي لما اجي ازور مثلا ولاد اختي ولاقي ابن اختي مثلا قاعد 24 ساعة قدام البتاع ده او بعدد ساعات اكبر بيتمرن، فهيبقى قد هيبقى غريب. انا مش بنتقد، انا بس بقول لك اللي ممكن يجي في اذهان البعض، واكيد انت بتسمع الكلام ده. فعشان انا كلامك بصراحه انا ستيل كنهاوند مش شايفه قوي او مش مقتنعه قوي ان انا لو عندي ابن ما خليهوش يلعب مثلا باسكت او كره قدم حقيقيه عشان يقعد قدام سكرين، حتى لو كانت دلوقتي واصله لمنافسات وبطولات عالميه جدا. ستيل الفكر ده موجود اكيد. انا شايف ان كل ما بنبتدي نلعب الشباب بطريقه احترافيه كل ما هيلعبوا اقل مش اكتر، بسبب ان هو لما يخش على الموضوع من ناحيه دراسيه ان هو يلاقي ناس بتدرس الموضوع وبتشرح له وبتفهمه ايه الصح وايه الغلط، هو هيبتدي يلعب الغرض ان هو يعمل التعليمات اللي المدرب بيقول له عليها، مش ان هو بيلعب وخلاص. يعني في نوعين من الناس اللي بيلعبوا الالعاب دي، نوع من الناس اللي بيحسنوا من نفسهم وعايزين يحترفوا ويوصلوا لحاجه في حياتهم، والنوع اللي هو بيلعب علشان عنده وقت فاضي ومش عايز يعني يحس بالدنيا من اخرها. ودي في اي حاجه على فكره، مش بس الرياضه الالكترونيه والالعاب الالكترونيه، في ناس كده على بتبص على السوشيال ميديا على تيك توك او على الانستجرام بيستخدموا وقتهم كله ان هم قاعدين بيتفرجوا. ده غلط على فكره، ده غلط، ده مش صح. بس في الحته الالكترونيه بس، في كمان ناس بتنزل تخرج 24 ساعه بره البيت عشان ما يحسوش بالدنيا. يعني انا مش عايز احس بالدنيا. الحته مش المشكله، مش في الالعاب الالكترونيه المشكله، ان في هو الاكسس بس هو اللي سهل، ان لو واحد عايز يلعب العاب الكترونيه اسهل بكتير قوي من ان هو يعمل حاجه. طب هسالك سؤال يا يوسف، هل هنا ممكن يكون بيخدم اكتر مثلا ذوي الهمم اللي هم عندهم مشاكل مش ذهنيه، عندهم مشاكل مثلا عضويه او غيره؟ هل ده ممكن يكون في، يعني اعتقد دي ممكن تكون فرصه اكبر للفئات دي. لا والفئات دي كمان، يعني احنا لما كسبنا بطوله العالم في اسبانيا كابتن فريق بيرو كان واحد من الناس دول، ودي برضو يعني المجال ده بيفتح فرصه بيخدم فعلا. دي بالذات زي ما احنا شفنا فيفا مثلا، في ناس ما بيقدروش يحترفوا كرويا بسبب عوائق زي دي، والفيفا بتفتح لهم البوابه ان هم يقدروا ينجحوا في مجال زي ده. دي نقطه جيده، دي نقطه جيده، دي نقطه في منتهى الاهميه اللي انت قلتيها دي. ومش بس النقطه دي، يعني دي كمان ممكن يبقى فيها شيء من الترضيه لذوي الهمم اللي غير قادرين على ممارسه الرياضه بشكلها الكلاسيكي. اكيد طبعا، اكيد اكيد اكيد. ده يعني وبتبقى فرصه كبيره قوي ان 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 يعني الالعاب الالكترونيه برضو لازم نكون صراحه مع بعض، ان في ناس ما بتقدرش تنجح في المجال الرياضي وبتلاقي ان هم يقدروا ينجحوا في المجال من ناحيه الرياضه الالكترونيه بسبب ان هم ذهنيا اقوياء جدا 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 جدا، بس مش بيقدروا يترجموا ده من ناحيه جسمانيه، فبالتالي الرياضه الالكترونيه بتفتح لهم بوابه ان هم يقدروا ينجحوا، ومش عيب ان الاثنين يكونوا موجودين، دي حاجه كويسه. لا يعني. تمام. طب سؤال، يعني دلوقتي في واللي انا هقوله لك ده ينطبق على بعض الرياضات اللي اصبح ليها اتحاد وليها بطولات في الفتره الاخيره زي الدومينو والطاوله والحاجات اللي زي كده. انا بشوف ان احنا عندنا في مصر، ودي مش حاجه جديده، ده من قديم الازل، لو نزلت اي بص اي مكان في اي محافظه فيك يا بلد ودخلت جوه قريه جوه كفر جوه نجع هتلاقي اتنين قاعدين بيلعبوا دومينو كفيلين ان هم ياخدوا بطوله العالم كل واحد فيهم على حد. احنا عندنا ناس بالفطره موهوبه جدا في العاب معينه او في امور معينه من ضمنها الالعاب الالكترونيه، هي من ضمن القواسم المشتركه في كتير جدا من البيوت اللي ولادهم، وعلى فكره ساعات بتلاقي الولود الولاد والاباء كمان، يعني فكره الرياضات الالكترونيه انت عندك ممكن ما اسهل ان انت تشكل منتخب قوي لمصر في الرياضات الالكترونيه. انتوا بتوصلوا لهم ازاي؟ هل هم اللي بيوصلوا لكم بيتواصلوا معاكم من خلال الاتحاد، ولا انتوا اللي بتدوروا عليهم من خلال كشافين مثلا انجاز التعبير؟ يعني قبل ما اقول لك بنوصل لهم ازاي حضرتك، يعني فكرتني باهم حاجه في حياتي انا الشخصيه وفي الشركه نفسها في فريق انوبس،
ان هو هدفنا الرئيسي اللي ما فيش غيره من 2015 ان احنا نلحق من 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 وقت بدري ان احنا نلحق نحط ثقافتنا كمصريين وثقافتنا كعرب جوه رياضه. دي حاجه ما قدرناش ننجح فيها في الباسكت، في الكوره، في الحاجات اللي زي كده. قدرنا ننجح فيها في الهاندبول، قدرنا ننجح فيها في السكواش. انك يبقى ليك الستايل بتاعك، انك لما تشوف الفريق ده من بعيد على التلفزيون ما تضطرش تسال الفريق ده منين، تقول الفريق ده مصري او الفريق ده عربي. يعني انت دلوقتي بيحصل نفس الحاجه في الكوره، انك لو شفت فريق برازيلي بتعرف ان ده فريق برازيلي، لما تشوف فريق الماني، لما تشوف فريق انجليزي. البلاي ستايل ده احنا ما لحقناش نحطه في الرياضه، وبالتالي احنا بنحاول، وده شيء صعب جدا، نحطه في الرياضه الالكترونيه. عشان زي ما حضرتك قلت، وانت في الرياضه الالكترونيه هتقدر تستنتج منين ان اللاعب ده مثلا برازيلي او طبعا لا 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 ده اكتر كمان. يعني احنا في الرياضه الالكترونيه لو شفت فريق كوري هتعرف ان هو كوري قبل ما تعرف اي حاجه من طريقه لعبهم طبعا. ولو فريق صيني في الدوري الال بي ال هتعرف، ولو فريق امريكاني هتعرف. يعني في اي لعبه من الالعاب الموضوع بيبان اكتر من اي حاجه، بسبب ان في الرياضه انا بتفرج على 90 دقيقه كل اسبوع او ماتشين، حتى 180 دقيقه اخري على اللعيب او الفريق اللي انا بحبه. لكن في الرياضه الالكترونيه انا عندي اكسس ان الولد كل يوم بيعمل ستريمينج حوالي 5-6 ساعات، فبتفرج عليه كل يوم قبل الماتش. فبالتالي بيبقى ليا 5-6 ساعات تتفرج. مش لا، هو بيقعد 5-6 ساعات يلعب، وبتقعد تتفرج ساعه او ساعتين. بس هو بيقعد يلعب الفتره التدريبيه بتاعته، التدريب السولو بتاعه، بيتدرب اونلاين عشان الناس تتفرج عليه، عشان مش بس تتسلى من اللي هو بيعمله، بس كمان تتعلم من اللي هو بيعمله. فبالتالي رؤيتك بتبقى اقوى بكتير على المجال نفسه من الرياضه، عشان بتبقى عارف بالظبط بيلعب ازاي، وبتبقى عارف بالظبط المكان اللي هو جاي منه بيأثر ازاي على الطريقه اللي هو بيلعب بيها. فزي ما حضرتك بتقول، طبعا صعب ان احنا نوصل للناس، ان هم يعني في شباب بتجيلنا مش من غير لما نقصد. يعني احنا كان عندنا لعيب مشهور جدا، كان من الزقازيق، ما حدش كان يعرف عنه اي حاجه، حتى لما دخل يعمل تجارب عندنا، عشان احنا بنفتح بوابه تجارب كبيره شويه، بناخد 1000 لعيب وبنفضل نفلتر فيهم في خلال شهر او شهرين لغايه لما يبقوا 10، وبعد كده بنعيشهم عندنا في مركز تدريب. يعني احنا مركز تدريب عندنا بنعيش اللعيبه عندنا، يعني بنروح طبعا الاول الاهالي، بنشرح لهم الموضوع، بنشرح لهم ان الشاب جواه بوتنشال كبير وعنده موهبه كبيره، ولازم نشتغل على الموهبه دي قبل ما يوصل لسن معين ان هو يعني يفوت الاوان بالنسبه له او ما يلحقش. والاهالي طبعا في الاول بتكون متردده، بس لما تشوف الفرق، انك لما تكون بتحب حاجه في حياتك والناس اللي حواليك بتقول لك انك ما تقدرش تنجح فيها، وتبدا فعلا تنجح وكمان تعمل فلوس من الموضوع، شخصيتك بتتغير بشكل غير طبيعي. بس هي بتبقى سولو. يعني انا عايز اسال حاجه، هو مثلا دلوقتي اللاعب المصري خلاص اللي عندنا في الالعاب الالكترونيه، هو بيتمرن لوحده وبيتنافس لوحده، ما بيبقاش في تيم معاه، صح؟ لا لا، هو في نوعين من الالعاب. زي ما في السكواش لعبه فرديه، والكوره طيب لعبه جماعيه. طب لو تيم بيبقى كل واحد في بيته وكل واحد في مكان؟ لا، احنا الفريق بنعيشه كله بيبقى قاعد مع بعض. بالظبط، الفريق كله بنعيشه مع بعض. احنا بيبقى في معظم الوقت عندنا لعيبه من بره، بنجيبهم من بره هم والجهاز الفني في وقت البطولات، بيعيشوا مع بعض كلهم هنا في مصر، علشان لما تكونوا كلكم عايشين مع بعض وعندكم نفس الاكل، نفس الشرب، نفس النوم، نفس النظام اليومي بحاله، بيقوي السينرجي ما بينكم والكيمياء ما بينكم. واللعب بيبقى جنب بعض برضو، بيبقى طبعا اجهزه جنب بعض. بس من لعيبه مصريين محترفين في الخارج بتستدعوهم عند اللزوم. ايوه طبعا. أوكي. ايوه طبعا. لا، هو اللعيبه المصريين فوق اي حد في افريقيا حاليا، هم عندهم اكبر بوتنشال ان هم يكونوا مستقبل القاره كلها. يعني احنا اللعيبه المصريه عندنا زي ما قلنا في الاول، موهبتهم رهيبه، هو بس ناقصهم السيستم اللي حوالين الموهبه، عشان احنا شفناها كتير قوي ان ممكن يكون في حد موهوب بس ينجح بسرعه قوي، فما يلحقش او ما يعرفش يستوعب النجاح ده، فبالتالي ما يقدرش يكمل. عشان هو مهم جدا ان احنا نتعلم من المثال بتاع محمد صلاح، انك انت نجحت وبقيت هداف الدوري، لا، هو السنه الجايه سنه جديده، هو انت ما حصلش حاجه السنه اللي فاتت، هو انت لازم تفضل جعان، لازم تفضل عايز اكتر، لازم تبقى طماع، بس في نفس الوقت تهتم بنفسك وبتحسن من نفسك يوم بيومه، حتى لو انت وصلت لاعلى نقطه، لا، في نقطه اعلى، توجد حافز جديد. يعني طبعا دي اهم حاجه عندنا في الشعب دلوقتي، يعني من ناحيه الموهبه ومن ناحيه المجال بتاعنا واي مجال رياضي عامه، ان هو سهل قوي انك تنجح، بس صعب قوي انك تفضل ناجح. الحفاظ على النجاح اكيد اصعب بكتير. طيب انتوا يعني النجاح ده، يعني شكل المنافسه اصلا عامل ازاي؟ يعني نوع النجاح بالظبط كده، يعني النجاح ده عشان يتحقق لازم الواحد يخوض في
في ايه بالظبط؟ يعني احنا دلوقتي السيستم العالمي ان بيكون في بطوله عالم وبياخد فرقتين من كل قاره، احنا كانوا مانعين ان هم ياخدوا فرق من عندنا في الشرق الاوسط وافريقيا علشان ما كانش عندنا دوري معتمد، بس لاول مره بقى عندنا دوري معتمد، احنا لسه كسبانينه من شهرين، كسبناه في السعوديه الحمد لله في دوله يعني السعوديه في الرياض، قدرنا ان احنا نكسب ضد الامارات في النهائي، وقدرنا ان احنا نثبت ان احنا بالموهبه وبالسيستم بتاعنا نقدر نغلب فرق عندها يعني امكانيات ماديه اكبر مننا بكتير، وحتى الاماكن اللي هم بيجوا منها من ناحيه السعوديه والامارات وقطر، ال 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 الدافع اللي هم بيحطوه في الفرق عندهم رهيب، وقدرنا ان احنا مع كل الصعوبات دي نثبت ان احنا السيستم الصح انك انت تهتم باللاعب وتنزله الرياضه ليه هو، مش تطلعه فوق للرياضه، ودي حاجه يعني عندنا احنا بنشوفها غلط جدا، انك انت تجبر ان واحد يطلع فوق ويشوف الرياضه زي ما انت شايفها غلط، او حتى في الدراسه غلط، انت المفروض تنزل له السيستم الدراسي او الرياضي ليه هو شخصيا، وكل واحد تعامله بالطريقه اللي هو يقدر يستوعبها ويقدر ينجح من 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 يعني من خلالها. فزي ما حضرتك بتقول، لا تتخيل البوتنشال اللي في الشباب اللي في مصر عامل ازاي، هو بوتنشال رهيب، لكن وزي ما قلنا سهل قوي ان الشباب دي تنجح، بس صعب قوي انك انت توصلهم فيما بعد النجاح اللي جوه مصر او في الشرق الاوسط. الفرق اللي بره بتفكر بشكل تاني خالص، من ناحيه الفرق الكوريه والصينيه والفرق الامريكانيه والاوروبيه، وكمان دلوقتي الفرق السعوديه، هو ما فيش هزار تماما، ما فيش اي امكانيه ان حد يستهتر، ما فيش امكانيه ان حد ما يشوفش المجال. يعني انا مع حضرتك ان في يعني مشاكل كتير ممكن الناس تبقى شايفاها، لكن هو المجال كده كده هيفضل موجود، والمجال كده كده هيكبر، فاحنا لازم بدل ما نشوف الحاجات الوحشه نركز على الحاجات الكويسه ونلحق نركب المجال ده. طيب كلامك حلو جدا، لو انا دلوقتي هاجي وهاخد كلامك ان هو حاجه جيده جدا وهتحصل، طيب انا دلوقتي في الرياضات العاديه بقول ان انا برضو في جاب بيني وبين الدول الاوروبيه علشان بيبقى في امكانيات ويبقى في سيستم مختلف وحاجات زي كده، بس لما اجي اروح للالعاب الالكترونيه وما زال برضو انت بتقول لي في جاب، فده يبقى عليه علامه استفهام. طب ايه الجاب؟ ما انا امكانياتي هناك هي هنا، يعني ما فيش حاجه مختلفه بيقدموها، ولا انت بتتكلم عن اللايف ستايل؟ يعني الجهاز موجود عدد التمرينات الساعات موجوده والاستعدادات موجوده، ايه اللي بينقصنا عشان كمان في الالعاب الالكترونيه اسمع ان احنا في جاب كبير بيننا وبين اوروبا؟ برضو ده غريبه. ما هو الشركات دي بقت كل مره تيجي مصر تبقى شايفه ان الخليج احسن لهم، بسبب ان التوعيه في الخليج توعيه مستقبليه شويه، يعني هم شايفين المستقبل بزياده. احنا عندنا هنا صعب قوي ان الشركات دي كل ما بتيجي مصر بنقعد معاها بنحاول نحدد مواعيد ما بينهم هم وما بين الجهات اللي ماسكه الموضوع هنا في مصر، من ناحيه ان هم يبنوا سيرفر، من ناحيه ان هم يفتحوا الكيان هنا في مصر. الاتحاد طبعا ساعد مساعده كبيره جدا ان احنا يكون في العاب نقدر نخش بطوله العالم. يعني احنا دلوقتي عندنا فريق كروس فاير هنلعب يوم 21 تصفيات بطوله العالم، وهنقدر نخش بطوله العالم. مش كل الالعاب مانعين عندنا الموضوع ده، بس الالعاب الكبيره زي ليج اوف ليجندز مثلا اللي هي بطوله العالم بتوصل ل 18 مليون دولار، بطولة دوتا، بطولة العالم بتوصل ل 38 مليون دولار، وحتى السنة اللي فاتت كانت توصل ل 38 مليون دولار. نشارك بقى يا ست الكل. بقى المركز الأول في دوتا مثلا. لو ضمونا للمعسكر اللي قبل ما هو ده الرد اللي دايماً بسمعه. أيوه كده أوجد حافز. أي عقد الكريم. أي عقد. خدوا بالكم من حاجة، إن يعني بطولة العالم مثلا في ليج اوف ليجندز زي ما احنا قلنا ممكن توصل عقد مشجع الكتروني اهو، مشجع الكتروني. اللي انتم مش تقدروا تصدقوه ان السعوديه عملت بطوله لنفسها. يعني في نوعين من الناس لما يشوفوا ان احنا ممنوع نخش بطوله العالم، في النوع اللي بيحاول يخش بطوله العالم، فالسعوديه قامت واخده بطوله العالم كلها بالجائزه كلها وعملت بطوله لنفسها الدوري السعودي ب 60 مليون دولار وجابت اكبر فرق في العالم. فاحنا لازم تعمل حسابنا بقى في التشجيع الالكتروني غير لك الكوكب كله. هنقعد نسقف. بص ما فيش بطوله هنشارك فيها في التشجيع الالكتروني غير لما هتشرفها. انا بوعدك ان حضرتك ليك بوابه عندنا في الاكاديميه، انك ليك تدريب يعني خاصه ليك، وبوعدك ان المره الجايه لما تقعد مع اصحابك وتلعبوا مع بعض فيفا هم هيتخضوا عشان اللي انتم ما تعرفوهوش. ولا هشوفهم تاني اصحابي بعد ال 60 مليون دول، ده انا هشبه عليهم بالكتير. انت نورتنا بوجودك معانا في حلقه النهارده، وما تقعدش بقى ثلاث سنين تانيين على ما تيجي تنورنا. لا 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 ان شاء لازم الله لازم تكون معانا قريب ان شاء الله. بالتوفيق يا يوسف، واتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه لما تيجي تنورنا بقى بعد ما اعرفش ست شهور، بعد سنه، بعد شهر حتى، يكون في جديد كمان بتقوله لنا زي دلوقتي. وفعلا هي محتاجه منتاليتي شويه تتغير، ومحتاجه برده بعض التسهيلات اكيد من الجهات المعنيه عشان تقدر تساعدكم في ده، طالما احنا
فعلا محققين يعني نجاحات بهذا الشكل اتكلمنا فيها، وطالما الجوائز بملايين برضو الدولارات زي ما احنا بنسمع فالموضوع يعني لا يستقل به الصراحه. شكرا ليك يا يوسف، نورتنا. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.